ضيف هذا اليوم ضيف متميز. صندوق ديال المقاصه كان فيه تقريبا 54 مليار ديال الدرهم شحال هذه، اليوم فيه 16 مليون ديال الدرهم. ملي خرجت الحركه 20 فبراير النقابات كانوا باردين شي شويه وبداو كيتفاوضوا على 6000 ريال، واش احنا هنا كنتفاوضوا على بلاد؟ علاش انت ما بغيتيش ديري التلقيح؟ اولا ما بغيتش ندير التلقيح، ما مقتنعش لانه وليت بتلقيح. أنا المشاهدين الكرام، مشاهدي أنفاس بريس، حلقة جديدة وضيف جديد ضمن برنامجكم ضيف أنفاس بريس. ضيف هذا اليوم ضيف متميز ليتعلق الأمر بالسيدة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد. سوف نناقش معها عدد من القضايا المرتبطة براهنية الحزب وكذا بأدائها البرلماني، حيث أنها ما زالت إلى الحد الآن ممنوعة من الولوج البرلمان بدعوى عدم إدلائها بالجواز الصحي. كل هذه القضايا سوف نناقشها مع السيدة نبيلة منيب. سيدة نبيلة منيب، أهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا لكم، شكرا على منبر أنفس على هذا اللقاء، شكرا لكم. سيدة منيب، احنا في الأجواء ديال رمضان، نعم. كيف دوزي هذا النصف الأول ديال شهر رمضان مع هذا الغلاء، مع هذه الأمور هذه كلها؟ أولا كاين واحد العدد ديال القضايا اللي هي مطروحة وانشغالات كثيرة وعمل يومي، في الحقيقة ما حسيناش بهذا 10 أيام الأولى اللي داز ديال رمضان، ولكن حسينا بها من نواحي أخرى. نعم. يعني حتى ديك الحركة، احنا في مدينة الدار البيضاء اللي هي مدينة كبيرة، ذاك الحركة اللي موالفين كنشوفوا في رمضان قليلة، ماشي بذاك المستوى. حتى ملي كتمشي يعني للسوق كتلقى الناس قلال في السوق، كتعرفوا شهر رمضان المغاربه يعني واخا الناس يعني الاغلبيه الساحقه طبقه متوسطه الى يعني متواضعه تيمشي، ودابا كنلقى الناس كيدوروا بالقفه كيختاروا كيضربوا شحال من دوره عاد باش يشريوا شي حاجه. هذا هو السؤال، يعني السؤال كيتطرح لانه هذا الامر ديال الغلاء ربما فرض واحد العادات وتصرفات مغايره عند المغاربه، شنو تعليقك على هذه موجه الغلاء اللي كاينه الان؟ اولا هذه موجه الغلاء في الحقيقه غير مقبوله من ناحيه، ثم انها كان يمكن تفادوها. علاش؟ لانه اي دوله خصها تعمل واحد التخطيط باش تامن الامن الغذائي لحد ادنى، يعني داك الشيء اللي كيستهلكوا الناس بشكل اللي هو يعني كبير كيكون كيتنتج يعني جانب منه في البلاد، وهذاك الشيء اللي كنستوردوه خاص يتم التسقيف ديال الاثمنه. كانت عندنا صندوق ديال المقاصه كان فيه تقريبا واحد 54 مليار ديال الدرهم شحال هذه، اليوم فيه 16 مليون ديال الدرهم. يعني بالفعل قالوا غادي نصلحوا باش نقصوا، ما يكونش الدعم حتى الجهات اللي هي ما خصهاش يكون عندها الدعم اصلا، لانه يعني كاين الناس اللي عندهم شركات مربحه وكيستافدوا من الدعم لا على الغاز ولا على السكر ولا على مواد اخرى بحال الدقيق وغيرها، ولكن مازال ما لقاوش واحد استراتيجيه اللي هي يعني محكمه باش ندعموا الناس اللي خصهم الدعم، باش ما توقعش لنا هذه الموجه ديال الغلاء. وهذه الموجه ديال الغلاء ماشي غير في المواد الاستهلاكيه اللي هي وصلت للسماء، المغاربه ما قدروش يعني دابا الفلفله واصله 25 درهم السيده نبيله، وهذا الشيء راه الحماقه. هذا واش حنا عايشين في باريس ولا حنا عندنا الاجور ديال باريس؟ حنا عندنا مستوى العيش ديال باريس؟ حنا ما عندناش هذا الشيء. ثم انه انا شفت شحال ديال الناس كانوا كيتكلموا في وسائل التواصل الاجتماعي غير على الطماطم، واش حنا غادي ندوزوا هذا رمضان بلا حريره؟ واش غادي نديروا هذا؟ يعني راه هذا الشيء راه ماشي سهل، لان واحد الا عنده امكانيات ماديه كيخرج لا تزاد 5 دراهم ولا 10 دراهم ما تيحش بها ربما، ولكن الاغلبيه الساحقه كتحس. راكم انتم شفتوا بانه هذه الجائحه بينت بان المغاربه صابرين ماشي عايشين، يعني غير تتفرجوا في هذوك اللي عايشين. يعني 23 مليون المغاربه محتاجين للدعم، واحد العدد ديال البطاله اللي هو وصل للسماء، كيف يعقل؟ اذا هذا رمضان انا كنظن بانه رمضان يعني فيه شويه ديال البؤس، لان الناس هذا بالفعل هذا شهر ماشي ديال الماكله ولكن شهر ديال التعبد، وكذلك كيبغيو الناس لانه صايمين النهار كله ياكل شي حاجه مزيانه ما بقاوش كيقدوا. انا كنظن انا ما مشيت عند حد، ما جا عندي حد لانه من انشغالات، ولكن كنظن بانه هذا الشيء غادي المائده المغربيه تم تفقيرها عندما تم تفقير المغربي اللي ما تزادوا لا في الاجر ديالو اللي كان عنده شي اجر اصلا، ولا استفد من شي صندوق ديال الدعم بشكل متواصل لانه خصنا هذا، ولا الناس اللي فقدوا الشغل ديالهم عندهم تعويض على فقدان الشغل، ولا الحكومه انتبهت المواد اللي كتستهلك بكثره ودارت تسقيف ديالها. يعني كاين مواد اخرى قدو تزدو فيها هذيك الكماليات وداك الشيء، الا غلا هذاك الشيء ما كاين باس، ما كياكلوش ضعيف وما كيوصلوش ضعيف. ثم اللي حتى هو من الاسباب كذلك ديال هذا الارتفاع هو الارتفاع ديال المحروقات. اليوم من الرهانات الكبيره في العالم هو هذا الشيء ديال يعني ديال الطاقه،
وشكون اللي غادي يمتلك هذه الطاقه. حنا شفنا صراعات جيوستراتيجيه كبرى حول المصادر ديال هذه الطاقه وحول الطرق التي تمر منها هذه الطاقه عبر الانابيب وغيرها والبحار وفي البر وفي البحر. يعني كاين هناك واحد الصراع كبير من قبل القوى العظمى في العالم على هذا الشيء. حنا كدوله لا تنتج، هما قالوا لنا لقينا في العريش، حنا لا ننتج هذه الطاقه، يمكن لنا على الاقل نقللوا من المصاريف. تقليل من المصاريف كانت فكره ممتازه يعني بعد الاستقلال فاش تبنت لسامير. اليوم ما كايناش لسامير، ما كاينش تكرير، اذا خصنا نجيبوا البترول مصفى بواحد الثمن اللي هو باهظ، واخا تيطلع ولا يهبط البترول في العالم ما كيكونش التاثير ديالو كبير، لان ملي كتشري انت المصفى الثمن ديالو اصلا كيكون غالي. اما الا شريتيه وانت اللي قمتي بالتكرير كيمكن لك تربح واحد الهامش اللي هو كبير، وما يطلعش الثمن ديالو على المستهلك المغربي سواء كان مواطن عادي او كان يعني كيشتغل في مجال النقل. مجال النقل اللي اليوم راه يعني راه كاينه كارثه، راه ما يمكنش انه هذا الشيء اللي تقال غادي نعطيهم واحد الشيكات وداك الشيء مزيان فرحوا الناس شويه، ولكن راه ماشي حل، ماشي حل اللي هو دائم. واذا بقى مرتفع النقل يعني الثمن ديال البترول غادي ينعكس على النقل، واذا ارتفع الثمن ديال النقل غادي ينعكس على كل ما على ذكر النقل. السيد نبيل المولي اخر تصريح ديال فيتاس كيقول بانه الدعم ديال اصحاب الطاكسي واصحاب النقل العمومي ماشي مشكل، ولكن قال بالحرف بانه اصحاب السيارات الخاصه يعني يعوموا بحرهم. يعني واش بيناتنا هذا السلوك هذا جواب على هذه الازمه وهذا المعضل الاجتماعي اللي كنعيشوا فيه؟ لا، حنا وصلنا لواحد المستوى اللي في الحقيقه ما بقاش كيطق. اولا كاينه اهانه، لان ما كترفع عليا الثمن ديال 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 المواد الاستهلاكيه الاوليه وانا ضعيف وفقير، وانت عارف بان المندوبيه الساميه قالت الدائره ديال الفقر اتسعت، وعارف بان يعني الفوارق الاجتماعيه يعني زادت وكتزيد كترفع عليا، اذا انت كدير بعدا اصلا كرامتي. ومني تجي وتزيد وتقول لي تتهكم عليا وكتقول لي بانه راه اصحاب السيارات، اصحاب السيارات شكون اصحاب السيارات؟ غربيه ساحقه، اساتذه، موظفين صغار، الطبقه المتوسطه، الطبقه المتوسطه، لانه النقل العمومي اليوم كاين واحد التطور في مجال النقل ربما الحضري في المدينه بحال الدار البيضاء او الرباط اللي فيها التراموي داك، ولكن ما كافيش. رغم ذلك مازال المغاربه ما كياخذوش النقل العمومي، كياخذوش النقل العمومي، ومع هذه الجائحه قالوا لهم ما خصكمش يكون الزحام. اذا الناس اللي بلغ يعني السن 18 سنه كتلقاه كيدوز البيرمي ديالو كياخذ قرض وكيشري سياره صغيره يعني من واحد النوع اللي هو رخيص شويه، ولكن اللي غادي يبدا يخلص المازوت ب 14 درهم ب 15 درهم وليسانس ب 15 درهم واكثر، يعني كيف يعقل؟ اصحاب السيارات، وهو على 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 اي اصحاب سيارات يتكلم؟ نعم. كاين واحد السؤال اخر اللي كيطرح السيد منيب، هو انه كاين هذا الاداء الحكومي الضعيف، ولكن بالمقابل كاين اداء برلماني الذي لا يوازي يعني لا يقاوم، وانت نموذج ديال برلماني لحد الساعه ممنوعه من ولوج البرلمان. السؤال، هل انتخبوك المغاربه باش ما تدخلش البرلمان؟ بالعكس، المغاربه انتخبوني باش ندخل البرلمان، وتوصلت من بعد الانتخابات بواحد العدد ديال المراسلات سواء عبر الهاتف ولا حتى بالميل ولا بكتابه للناس يهنئوني وكيقولوا لي استاذه ما تنسيناش. استاذه يعني من فئات كثيره في هذا المجتمع، وانا ما كنتش عواله ننساهم سواء راسلوني او ما راسلونيش، وعواله كنت نقوم بالدور ديالي المتواضع، لانني انا لست بفريق ولا معايا مجموعه حتى، يعني انا بوحدي، ولكن قلت كل المجال الذي سيتاح لي ساستغله في هذا المجال. يعني انه المجال ديال طرح الاسئله الشفويه ربما كنت ممنوعه منه تماما، ماشي ممنوعه المنع يعني مقصود، ولكن ملي كتوزع الوقت ديال التدخل كتعطي الفريق اللي هو كبير كتعطي 10 دقائق، شحال غادي تعطي الواحد وحده؟ نعم. غادي تجيني جوج ولا ثلاثه ديال الثواني. قلت انا غادي نجمع ديك الثواني ديالي اللي غادي تجيني غادي نحسبها ونخليها حتى تولي يعني واحد دقيقه ونصف او جوج او ثلاثه او شي حاجه، باش يمكن لي نطرح شي قضيه من القضايا الكبيره اللي اليوم انايا كنطرحها عبر يعني الاسئله الكتابيه. بديت في البدايه كنصيفطها لهم بطريقه الكترونيك، كنت مشيت للمقهى اللي حدا البرلمان وجوج ديال 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 المهندسين من قلب البرلمان مشكورين خرجوا عندي، وباش غادي نقادو داكشي ديال حيت كاين هذيك لا كونيكسيون انترا بارلمون، باش هذا وصفتو هما بصعوبه، صفتنا واحد 10 الاسئله كنت انا موجدهم. بعد ذلك انا هذيك لا تابلت اللي عطوني يعني بقيت كندير نفس العمليه من الدار، ما كتمشاش ليا وكنبقى معاهم تواصل مستمر. اضطريت للجوء للطبع العادي يعني، وكنوقع الاسئله ديالي وكنرسلهم ولا كنحملهم بديال المكتب الضبط، ولكن من بعد ما كنلقاهمش في البوابه واحد العدد ديال الاسئله اللي هي مهمه
يعني كتخص الغلاء والاسئله حول الجائحه، كتخص يعني قضايا خاصه بحال مثلا الخيريه الاسلاميه ديال عين الشق اللي حيدوها، واللي دابا يعني الارض ديالها 5 هكتارات ونص، واللي انا خفت بحال واحد عدد المواطنين انه يتم السطو عليها. وانتم تعرفوا تما القيمه ديال المتر المربع بشحال ولات، وكاين تما باش تعرفوا المغرب راه فيه كاين الامل، واحد المجموعه ديال المجتمع المدني دايرين مشروع كبير باش يديروا مسبح نصف اولمبي، ويديروا مسرح ديال في الهواء الطلق، وقاعات لذوي الاحتياجات الخاصه، وقاعات يعني نعم في هذا الامر يعني حتى لمتى غيبقى هذا المنع؟ واش ما كانش مثلا لقاء ولا توافق؟ يعني انا اولا علاش انت ما بغيتيش ديري تلقيح؟ اولا ما بغيتش ندير تلقيح، ما مقتنعش لانه ليس بتلقيح، لانه انايا كنخدم في كليه العلوم، والتلقيح هو واحد الماده كتدخل الجسم ديالك فيها، كيمكن يعني الطريقه يعني القديمه اللي معروفه باش كانوا كيصوبوا التلقيح بحال دابا ضد واحد الفيروس، معني كيقتلوا هذاك الفيروس، كيقتلوه وكياخذوا منه واحد الجزء صغير وكيدخلوه في الجسم مع واحد هذا، باش الجسم كيشوف هذاك الطريف وكيوجد مضادات ضده، باش غدا الا كنتي يعني معرض للفيروس كله كيعرفوا غير من داك الطريف اللي دخلوا عندك. اذا هذاك اللي كيتسمى فاكسان او اللقاح، ملي كتدخلوا للجسم ديال الانسان خصو يعطيني المناعه، يعني انني خصني نوجد دوك المضادات الا كنت غدا تلاقيت بالفيروس كله نحاربه، وكيكون عندي حتى خلايا عندهم ذاكره، خلايا عندهم ذاكره فوق ما كيشوفوا شي فيروس بحال هذاك الطريف اللي هذا كينوضوا كيحارب. حنا شفنا المغاربه، ماشي غير المغاربه، في العالم كله تلقاو الناس جرعه اولى او جرعه ثانيه او جرعه ثانيه وحتى جرعه ثالثه، وبقاو كيتصابوا، يعني انه ما تحققش لهم المناعه. ولا الا لا كانت شي مناعه ديال كلكو سكوند، يعني كيفاش الانسان كيضرب الفاكسان؟ لان الفاكسان باش يعطيك المناعه خص واحد الاسبوع ولا اسبوعين باش يصنع هذوك المضادات لي زونتيكور. اذا واش انت ما محميش حتى شهر يلا درتي الفاكسان؟ اذا لاش هذا الفاكسان ملي غادي نمرضوا بكورونا نوجدوا الادويه؟ لان في الاول المشكل اللي كان هو انه ما كانش معروفه الادويه اللي خاص تدار، وهذاك التخثر ديال الدم اللي عطى لواحد العدد ديال الوفيات، ولكن الوفيات كلها دابا دراسات علميه اللي هي ثابته ومهمه كتبين بانه الناس اللي توفوا الناس اللي يعني كبار في السن، مع كل اسف حنا ما عزاز علينا الناس الكبار في السن، ولكن هذاك اللقاح بحال اللي اجل يعني عجل بالوفاه ديالهم، لانه ظهرت هذه المضاعفات ديال الامراض اللي كانوا كيعانيوا منها. ثم انه حتى ذاك التهويل اللي كان كيتقال لنا بانه راه المستشفيات كلها عامره وما لقيناش يعني هذا الشيء ديال الانعاش، فرنسا بينوا دراسه خرجت العام اللي فات بانه في 2021 يلاه 2% ديال الاسرى اللي هما كانوا عامرين بالناس ديال كوفيد، اما البقيه ديال اذا انا بالنسبه لي وتنشوف بانه الحكم بالتهويل والتخويف والترهيب في العالم هذا قضيه مفروغ منها معروفه، تكلموا عليها واحد العدد ديال المفكرين منهم سامويل هانتينغتون وداك الشيء باش تخلع الشعب باش يقبل هذاك الشيء، ولكن علاش دايرين هذا الشيء هذا؟ اذا كان هناك لقاح حقيقي غيعطي المناعه، ما كيعطيش المناعه، الناس اللي داروا جرعه وحده جوج ثلاثه ما تحققش عندهم المناعه وتصابوا، اذا انا قلت مع راسي بما ان هذا ليس لقاح، لان باعوه للناس كانه لقاح. حنا كنعرفوا اللقاح ديال بوحمرون كيداوي وليداتنا كيحفظهم من بوحمرون، ديال العوايه كذلك، اذا هذا لا ما حفظنيش انايا من كورونا، اش غادي نديروا؟ خصوصا وان المساله ماشي بهذه السهوله، عطى اعراض كثيره. في هذا المقر هذا جاو سيدات طبيبات وليداتهم عندهم 20 سنه ملي داروا فايزر وداروا واحد النوع ديال هذا، جاتهم دي ميوكارديت وجاتهم امراض، كاين اطفال اللي ماتوا، كاين هما السيده جات قالت لك انا ما كانش عندي الامكانيات الماديه كنت غنموت، لانه كان ادويه باهظه الثمن باش تعالجت باش تخرج من الاعراض اللي جاوا. استاذه جامعيه راه قالت بالتصريح ديالها صديقه ديالي حتى هي تشلات كلها كانت غادي تمشي، الحمد لله الابناء ديالها اطباء اتقوا في الحين وفهموا شنو وقع بها اتسيتيرا، وملي مشات كتقول ما عطيوني جواز التلقيح، انا ما نقدرش نتلقح مره ثانيه والا الموت ما فيها ما بغاوش. نعم. اذا بهذا الشيء كله ماشي دايرين شي 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 عصا في الرويضة او كذا، بالعكس هذا حق لاكور دو نورنبرغ كيقول اللي خرج في 1947 بان اللقاح اختياري لا يمكن باي اشكال ان يصبح اجباريا. ولكن حنا دابا دوزنا هذه الدوره الاولى من هذه. نعم. الولايه امامنا دورات اخرى، واش غنبقاو بهذه الحاله هذه السيده نبيله؟ دابا الحاله واش حنا تندبزوا مع شي واحد ولا حنا بغينا نفرضوا دوله الحق والقانون؟ اللي كنتمنى انه هذه الحكومه هي راه رافده لها الهم شي شويه، لان بدون دوله الحق والقانون راه بلادنا غادي تمشي في الهاويه. يعني انا امارس حقي، انا لا اعارض اي حق، انا امارس حق فلا افهم يعني بتاتا ماذا يقع. ولست الوحيده، واحد العدد ديال الناس اللي تلقحوا، واحد العدد الناس رفضوا
لانه ما مقتنعش وصافي. هذا هو اللي كيقول لاكورد نورنبرغ والاتفاقيات العالميه كلها اللي وقع عليها المغرب، لانه ملي كتلقى لقاح حتى يكون لقاح حقيقي يمكن يعطيك اعراض، يمكن تموت به، يمكن كاين ديك لاموغ سوبيت غير مع اللقاح. مشيتي فحال ماشي خوفا من الموت، الموت كتجي مع الاجل ديالها ماشي الموت. انا هذا اختياري بقناعه، ليس ضد اي احد او ضد اي اجراء دار. ملي تنشوف القانون يعطيني هذا الحق امارس حقي فلا افهم بتاتا الناس اللي كطرح عليا السؤال لماذا لم تتلقحي او هل تلقحتي؟ هذا شغلي، بحال غادي نمشي نصوت ولا ما نصوتش، ولا غادي نختار نصوت على حزب شراكي موحد ولا غادي نختار نصوت على حزب اخر، يعني هذه ارادتي ولا اخرق اي قانون. ولكن الرجوع للسؤال ديالك في الاول اللي قلتي انه البرلمان ديالنا، واش حنا عندنا برلمان بحال البرلمانات؟ البرلمانات اللي كاينه في العالم في الدول الديمقراطيه كتلقى الحكومه كتطلع من صناديق الاقتراع عبر انتخابات حره ونزيهه، كتمارس السلطات ديالها وكتطبق البرنامج ديالها، والمعارضه يعني كتقوم بدور المعارضه. شنو دور المعارضه؟ كتراقبها. قلتي غادي تخلقي طبقة متوسطة في البادية، كنشوفوك واش بديتي، واش كاين شي حاجة فينا هما الإجراءات. قلتوا غادي تنقلوا يعني النشاط ديال النساء من 20% حتى 30%، يعني غادي تخدموا لينا 1.5 مليون نساء، ما بغيناكمش تخدموا لينا في الجنانات يقطعوا ما تيشان صيفطوها، بغيناهم يقراوا، بغيناهم يتمكنوا، بغيناهم حتى هما تكون عندهم وسائل الإنتاج وهذا ويختاروا واش بغاو يخدموا في الوظيفة ولا بغاو يخدموا يديروا مشروع إتسيتيرا. قلتوا لنا غادي ديروا أولوية ديال الاختيار الديمقراطي. هادشي علاش قلنا راه هاد الناس باغيين دولة الحق والقانون. إذا حنا بالنسبة لنا هادشي اللي خصو يتدار ويبان لنا ما شفناش في الدول المتقدمة، كيحضيو الناس واش داروا هادشي. أكثر من هذا، إلا شافوهم غاديين شي إجراء اللي هما كيبان لهم ماشي هو هذاك، كيديروا عليه نقاشات داخل البرلمان. المغربي قايم بهذ الأدوار هذه؟ لا، حنا ما عندناش معارضة حقيقية، لا ما عندناش حكومة حقيقية. حنا الحكومة ديالتنا كتجي عطاونا قدموا لنا تصريح الحكومي أمام الغرفتين فيه واحد العدد الأمور طلعت عليه مكتوبا وناقشته داخل البرلمان، فيه بعض الأمور اللي هي إيجابية ما يمكنش ننفيوها، وقالوا نحن نلتزم أيضا ب اخراج النموذج التنموي اللي دارته ذاك اللجنه الخاصه اللي كان تيترأسها سيد بن موسى. حنا تنشوفوا راسنا بداو هاد الناس في 10 ايام الاولى زادوا في الاسعار، هادشي ما كانش في التصريح الحكومي، ما كاينش حسوا في النموذج التنموي اللي هو نموذج دار بعد استشاره مع واحد العدد ديال الناس، ولاحظوا بانه دائره الفقر تسعت ومعها فقدان الثقه. اذا قالوا خصنا نبنيو الثقه وخصنا نقلصوا من هاد دائره الفقر ومن الفوارق. اذا حنا كنا كننتظروا يعني اجراءات باتجاه هذاك الشيء اللي قالوا لنا سموه الدوله الاجتماعيه، وان الناس كبار في السن غادي نعطيهم الدعم ديال الكرامه. وفين هذا الشيء؟ وفين هذا الشيء؟ يعني حنا عرفنا هذا الشيء غادي يقبط واحد شويه الوقت، ولكن خص تبداو تعطيو الاشارات. نعم، كانت كلها سلبيه. نعم، سلبوا القوانين. باش غنحاربوا الفساد من البرلمان، وزادوا في الاسعار والهبوا فواتير يعني الفاتوره ديال هذا الشيء ديال الطاقه، في حين كنقراو بانهم هما استفدوا من 48 مليار ديال هذا هو السؤال. يعني من 2015 لدابا 48 و45 من 40 بواحد كيقول اكثر من 40. نعم سيدي المبيعي، امام هذا الوضع هذا واش ما كاينش تخوف انه غدا ولا بعد غدا تكون واحد رده فعل شعبيه اللي غير متوقعه مثلا ولا غير محسوبه، خصوصا امام تقاعس مؤسسات الوساطه، لا احزاب ولا مؤسسات، يعني الشارع هو اللي غادي ربما يخرج لنا؟ وهو في الحقيقه الشارع راه عطانا الدرس من 20 فبراير 2011، يعني بين الشارع المغربي بانه في مستوى الحدث، وانه امام الازمه الاجتماعيه الخانقه خرج الشباب المغربي في هذيك الهبه اللي تسمى ديال الربيع العربي، بحال في تونس بحال في مصر، من بعد غادي يكون في الجزائر جات متاخره، ولكن تاهما عرفوا حراك اللي هو مهم، ولكن راكم شفتوا التدخل ديال الدول العظمى بين مزدوجتين، لان لغه المصالح هي اللي كاينه في العالم. حنا كنا دائما كنحلموا بان فرنسا باغيه لينا الخير، بان امريكا باغيه لينا الخير. لا، الخير خص تبغيه انت لراسك وتاسس ليه باستراتيجيه وباهداف وتخدم عليه وتشتغل. اما بانك تنتظر من الخارج الذي استعمرك قرون او عقود والذي يستعمرك اليوم استعمارا جديدا بنهب خيراتك واستمرار في نهبها، كتسنى هذا الشيء، هذا يعني ما يمكنش. حنا دائما الشارع كاين، ولكن الاحزاب فيها وفيها. حنا عندنا تقريبا 35 ديال الاحزاب، 35 ديال الاحزاب فيها بضعه احزاب اللي هي جاده وبالفعل عندها برنامج وعندها مشروع وعندها هويه وعندها مناضلات ومناضلين، عندها فروع، عندها قطاعات. اما الاخرين راه كيجمعوا تيكحشوا ملي كتجي الانتخابات، بحال كيقول لك دابا السيد راه هو الرئيس الاقليمي ومع الحزب ديال الاغلبيه وزيد يالله دابا راه في الحبس، على هاد الناس فين كانوا؟
باش يقلبوا على الناس اللي كيجيو معاهم، ولا هما ما كانش الهدف ديالهم هو يقلبوا على الناس، هاد الناس الهدف ديالهم هو الكرسي باش يتحسب العدد. واش حنايا الديمقراطيه العدديه ولا كذلك بالقيمه ديالها؟ اذا ماشي الاحزاب، الوسائل الوساطه كاين وسائل اللي هي مهمه وتمت الدستره ديالها، المجلس الاعلى للحسابات، المجلس ديال المنافسه، ملي كيقوموا بشي عمل ما كنشوفوش التتمه ديالو، يعني الملفات اللي كتصدروا فيها جرائم ماليه او غيرها ما كتعرفش طريقها للنيابه العامه باش 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 تصفى، باش اللي قام شي جريمه خصو ياخذ العقاب الموازي. مجلس المنافسه كذلك عندما يعني يعني خرج بتقرير كيقول فيه بانه كان هناك اتفاق بين الاسر اللي هي كتمتلك يعني السوق ديال التوزيع ديال المحروقات في البلاد ديالنا، بعد ما السيد بن كيران وقع على تحرير المحروقات، واللي حنايا ولات يعني لا طلع البترول ولا الا هبط ما كنستافدوش، ولكن لا طلع المستهلك المغربي كيكتوي بهذا الشيء. اذا هذه مؤسسه دستوريه اللي هي مهمه، ولكن المهم اللي خاصنا ماشي غير هو هذا، لا يكفي باش تكون عندك معارضه حقيقيه داخل البرلمان ومعارضه شعبيه. المعارضه الشعبيه كاينه ولكن ما لقاتش السند، ما لقاتش السند من قبل النقابات. ملي خرجت الحركه 20 فبراير النقابات كانوا باردين شي شويه وبداو كيتفاوضوا على 6000 ريال. واش احنا هنا كنتفاوضوا على بلاد؟ بغينا نحطوا على السكه ديال الديمقراطيه والجميع كان سيستفيد، ونخرجوا من الفساد، نخرجوا من الاستبداد، ونبنيوا دوله ديمقراطيه فيها العداله الاجتماعيه وتوزيع العادل للثروه. ما كاينش. ملي جا الحراك الشعبي ديال الريف راكم كتمشيوا للمحاكمات وكتشوفوا شحال ديال الامناء العامون كيجيو، شحال ديال التظاهرات حضروا فيها هاد الاحزاب والنقابات، قليل قليل. احنا ملي مشينا كحزب اشتراكي موحد كنقولها ونعاودها لانه اعتز، ولكن لا امن على احد، لان هذه خطوه صغيره. مشينا حنا جمعنا المكتب السياسي ديالنا في الحسيمه ملي كان الحصار على الحسيمه، وتلاقينا بالعائلات ودرنا ندوه، درنا ندوه في الاول بدينا ما كان حتى واحد، شويه بدات القاعه كتعمر تقريبا اكثر من 500 ديال الناس جاوا وخذوا الكلمه وتكلموا. هادو ناس متحضرين، ناس ليسوا بانفصاليين، ناس وطنيين، ناس باغيين الخير الجهه ديالهم ويعتبرونها جهه من المغرب، من كل المغرب، ولكن بغاونا حنا اللي في الداخل نتصالحوا معاهم، هما اللي بقاو مهمشين بزاف. اذا الا بغينا باش المعارضه تقوم بدورها، باش الاحزاب تقوم بالدور ديالها، باش المؤسسه الدستوريه تقوم بدورها، راه خصنا نديروا الاصلاحات اللي خصها تدار في البلاد. هاد الاصلاحات اولاها خصنا نحددوا الفصل ديال السلطات داخل دستور ديمقراطي، الفصل ديال السلطات الملكيه عندها اختصاصات ديالها محدده ومعروفه. الحكومه تحكم وعندها صلاحيات واسعه كهيئه كسلطه تنفيذيه وما كتدخلش في سلطات اخرى. البرلمان كسلطه تشريعيه هو اللي كيشرع. سيغ بعض المرات الحكومه يمكن لها تقترح وهذا الشيء كاين في القانون ماشي مشكل، ولكن كيشرع كيراقب العمل ديال الحكومه. يعني كل نهار كتلقى 10 ديال اللجان ديال التقصي. شوفوا دابا في فرنسا كيفاش داروا لجنه ديال التقصي حول هذاك يعني المكاتب ديال الخبره في العالم ماكنزي، حتى حنا كنعيطوا ماكنزي تياخذ حتى لهنا الملايير ديال الفلوس وكيتدخل في ادارات اللي هي مستقله وفيها كفاءات وكيفرض عليك هو الراي ديالو. اذا واش كاين شي حاجه اكثر من هذه باش نعبروا على العباره باننا فقدنا سلطتنا عندما نلجا الى مكاتب اخرى؟ فرنسا كانت عندهم الجرأة وجابوا داك الشيء وقفوا. إذا خاصنا هذه الإصلاحات، وخاصنا كذلك أنه السلطة ديال القضاء تكون مستقلة ونزيهة. يعني يمكن لنا نحييو العمل اللي كيقوموا به، يعني واحد العدد ديال القضاة وديال ديال يعني في هذا المجال العدالة، وشفنا ملفات اللي تحالت عليهم يعني بالتدقيق اللازم وكيقوموا بالعمل ديالهم، ولكن واحد العدد منهم ايضا ما كيقوموش بالعمل. اذا خاصك اصلاحات دستوريه وسياسيه والفصل الحقيقي ديال السلطات، باش ملي غادي تكون الامكانيه الحقيقيه ديال ربط المسؤوليه بالمحاسبه. واحد العدد الناس اللي داخلين السياسه تيعتبروها لعبه باش يتغناو بشكل غير مشروع، غادي يبتعدوا على هذا.